بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا ديننا، وسلمنا توحيدنا، وسلمنا جسدنا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين، وعافية في جسدي، وزيادة في علمي، وبركة في رزقي، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سقارة الموت والنجاة لنا والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.